ومن جريدة اليوم السابع وتحت عنوان السراج يطالب واشنطن رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا. فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي بيطالب واشنطن برفع العقوبات المفروضة على ليبيا، وده من بداية 2012 تقريبا، بحظر تسليح ليبيا. لو اترفع الحظر ده يعني هيبقى تأثيره ازاي على مصر، وخصوصا ان مصر بتعاني بالفعل من السلاح الليبي وتهريب السلاح الليبي داخل البلاد؟ بص هقول لحضرتك على حاجة. أولا هناك أكثر من كيان في الدولة الليبية، هناك مطالبات مصرية وعربية بتسليح الجيش الليبي الوطني طبعا الليبي الرسمي اللي هو بقيادة المشير خليفة حفتر. خليفة حفتر. وانا في اعتقادي انه السراج لديه بعض القوات، فكل يبكي على ليلى، واعتقد انه الان لابد من اجراء المفاوضات وحصول الانتخابات والعمل على سماع النصيحة المصرية اللي تؤدي بهم في النهاية إلى انتخابات وجيش واحد وحكومة واحدة ومجلس نواب واحد. إنما احنا دلوقتي قدام ثلاث مجالس نواب، قدام حكومتين، قدام ثلاث أربع جيوش، يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا على من سيتم رفع الحظر ومن من. قطر وتركيا بتدعم بعض الميليشيات في الغرب، مصر بتدعم الجيش الليبي والحكومة المعترف بها دوليا، بعض الجماعات في الجنوب، بعض الجماعات في الجنوب بيتم دعمهم من دول أجنبية. يعني مين مع مين دي هي المشكلة في ليبيا. لكن أعتقد أنه المفاوضات اللي كانت بتجرى في مصر والتفاوض اللي كان بيجرى في مصر، لو استطاع الليبيون والليبيون أنفسهم هم من يستطيع إتمام هذه الأوراق، أعتقد أنه يعني ممكن خلال فترة بسيطة لا تتعدى 4 5 سنين أن هم ينجوا بالدولة الليبية. هل تتوقع من الجولة اللي هيقوم بيها فائز السراج أن هي هيكون ليها تأثير على مجرى الانتخابات القادمة في ليبيا اللي من المتوقع أن هيشارك هياخدها حفتر؟ بصي، هو الأول قبل الانتخابات القادمة، الأول نتفق أنه في انتخابات. هم لغاية دلوقتي ما اتفقوش على حاجة. يعني هم لغايه دلوقتي نتيجه تعدد الفصائل داخل الوطن، داخل مش الارض، ده فصائل وفي دول بتلعب داخل الداخل الليبي، منها غربي ومنها عربي ومنها افريقي، وللاسف متعدده مساحه جداً. الاراضي اللي بتسمح بذلك، مساحه الاراضي الليبيه مساحه شاسعه. وهقول لحضرتك على حاجه، حجم التمويل وحجم المؤامره على الدوله الليبيه فظيع طبعا، لا يمكن تحمله، وهي كارت يعني ضغط على الحدود طبعًا المصريه طبعا، لانه احنا ربنا اكرمنا انه الجيش الوطني يعني كان قوامه الاساسي في الشرق الليبي اللي هو مجاور لمصر، الغرب المصري. انما لولا كده احنا كنا علينا اكتر من كده، رغم انه يعني تسليحه على قده او يعني عدده برضه مش كافي، ولا يمكن لاي جيش في العالم حتى لو كان قوي انه يحمل حدود بالشكل الكافي، فما بالك بقى بجيش لسه يعني بيبدا خطواته النظاميه وخطواته في يعني أن يكون جيش وطني كبير. إنما يعني رغم ذلك هو بيقوم بدور كويس قوي في الشرق الليبي، هو لديه أفكار ضد الجماعات الإرهابية، وبيعاني طبعا من مشكلات أولا في التسليح، في التمويل، في بيعاني أيضا من مؤامرات داخلية وخارجية، يعني زيه زي أي كيان وطني شرعي موجود.